السلام عليكم ورحمة الله ومتابعي قناة كابتن سوري، تحياتي لكم، الله يسعد أوقاتكم يا رب. نهاية جميع مباريات الجولة الثالثة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم باستثناء مباراة واحدة راح تقام الساعة 8 مساء على الأضواء الكاشفة بين تشرين والشرقة. نتعرف معكم على نتائج مباريات الجولة بعد نهاية جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة. اتمنى اشتركوا بالقناة ودعمونا بالضغط على زر لايك وخبرونا بنتيجة فريقكم المفضل بالتعليقات. أول مباراة ديربي ساحلي بين جبلي وحطين انتهى بفوز نادي جبلي بهدف مقابل لا شيء، جاء بالدقيقة الثالثة من المباراة عن طريق اللاعب مصطفى شيخ يوسف، واللاعب مصطفى شيخ يوسف أيضا أهدى ركلة جزاء. نادي حطين بالشوط الثاني حاول يعدل لكن فشل بالتعديل. الفتوة بتعادل إيجابيا مع الاتحاد بدمشق بهدف مقابل هدف، بعد ما تقدم الفتوة بهدف الاتحاد بيرجع بيعدل النتيجة. الوثبة بيعمل ريمونتادا بعد ما كان متأخر بهدف وبيفوز على الطليعة بهدفين مقابل هدف. الكرامة من الدقيقة الأولى بسجل هدف على النواعير وبيتبعه بالهدف الثاني والثالث، لكن النواعير بيقلص النتيجة بتنتهي المباراة 3-1. الجيش بيفوز على الحرجلة 4-2 ونسجل الأهداف لأربعة اللاعب محمد الواكد، أول لاعب بالدوري السوري هذا الموسم بيسجل سوبر هاتريك. الوحدة بيفوز على عفرين بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، بعد ما كان الوحدة مقدم بهدفين عفرين بيسجل هدف لكن الوحدة بيرجع وبيسجل الهدف الثالث، بانتظار مباراة الجولة الأخيرة اللي راح تجمع بين تشرين والشرطة الساعة 8 مساء. هاي هي نتائج الجولة، إن شاء الله بعد نهاية تشرين بنشوف جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة الثالثة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.